الرياضيين النهارده كان حصل موقف برضه، كان الاستاذ محمد شبانه رئيس رابطه النقاد الرياضيين مع الكابتن حازم امام ضيف في قناه الحياه في الاستوديو، وبعدين جه تليفون يعني لقناه الحياه او دخلوا المستشار مرتضى منصور على البرنامج، فالاستاذ محمد شبانه رئيس رابطه النقاد الرياضيين انسحب من الاستوديو وما رضيش يكمل البرنامج اعتراضا منه على دخول المستشار مرتضى منصور. انا حابب طبعا يعني الموضوع مش عايزه يكبر اكبر من كده. طبعا رابطه النقاد الرياضيين مؤسسه محترمه جدا، والرابطه دي طبعا يعني كل صحفيين مصر او الناس من ضمن الرابطه الموجودين طبعا ناس محترمه وناس يعني هم الراي العام الرياضي. والناحيه الثانيه برضو رئيس نادي الزمالك هو رئيس مؤسسه كبيره وشعبيه كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي كل العالم، فانا مش حابب الفجوه تكبر، عايز الامور تهدى شويه. وانا كان ليا راي وقلته قبل كده، قلت ان يعني هو طبعا القصه دي بسبب الحوار اللي اجراه اسلام صادق مع عمر جابر في جريده مصر اليوم، وحصل بقى خلاف على الهوا ما بين الاستاذ محمد الشرقاوي والاستاذ مرتضى منصور. فانا قلت ساعتها، قلت يا جماعه مين اللي اخطا في القصه؟ الاسلام صادق رئيس او يعني الناقد الرياضي والصحفي بالمصر اليوم اللي عمل الحوار؟ لا، قلت مش اسلام صادق. قلت مش بقول كده عشان اسلام صادق مثلا صديقي وحبيبي ورئيس تحرير برنامجنا والكلام ده، قلت لا، ان راجل صحفي وعايز يعمل سبق وعايز يعمل حوار مع لعيب مهم زي عمر جابر. الخطا فين؟ وان الخطا عند عمر جابر، يبقى المستشار مرتضى منصور يعاقب عمر جابر كراجل رئيس مؤسسه او رئيس منظومه في نادي الزمالك. مفيش داعي، ان طبعا مع كامل احترامي للمستشار مرتضى منصور، هو كان معانا على الهوا يوم الخميس اللي فات في الاستوديو التحليلي، مع الاحترام الكامل ان ما يعني ملهاش لازمه التراشق بالالفاظ ونهجم على بعض ونتخانق على بعض ونشتم بعض، دي يعني ملهاش لازمه. فالموضوع كبر، واتمنى يعني العقلاء بقى يتدخلوا، وانا عن نفسي اتمنى ان انا اتدخل في حاجه زي كده ونهدي الدنيا، ان الساحه الرياضيه مش مستحمله مشكله كبيره او مشكله ما بين رابطه النقاد ورئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور. يعني اتمنى الامور طبعا مع الاحترام لكل الناس الاطراف في الخناقه او في المشكله القائمه. طبعا ده الاستاذ محمد الشرقاوي طبعا رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم، الاستاذ ايمن ابو عيد طبعا الاهرام، والاستاذ احمد الخضري وكل الاخوه النقاد الرياضيين، استاذ محمد الراعي اهو كمان، والاستاذ شريف من الشروق، كل الناس كانوا متواجدين، استاذ بهاء كمان، كل الناس كانوا متواجدين في الـ خلص، بس اخلص اخبار الزمالك وناخد التقرير بتاع الرابطه. طيب نكمل اخبارنا، وانا قلت رايي في القصه، ويعني الواحد عارف يعني مش قادر بقى يخش في خناقات وصراعات و مشاكل، يعني عايزين نهدي الدنيا شويه، خلاص الجو الرياضي مش مستحمل المشاكل والخناقات. طيب يعني بكره زي ما قلت لكم مؤتمر صحفي في الزمالك للرد على رابطه النقاد، واتمنى ان المستشار مرتضى منصور بكره في المؤتمر الصحفي ما يبقاش فيه يعني مشكله او ما يبقاش فيه هجوم على الرابطه. انا عارف طبعا ان القرارات اكيد تزعل المستشار مرتضى منصور، لكن اتمنى الدنيا تمشي بشكل كويس. ايه الصوت بعيد مش سامعكم خالص. الزمالك يستفسر من المحكمة الرياضية عن شكوى رزاق. أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا للمحكمة الرياضية الدولية كاس، يستفسر منها عن الشكوى المقدمة من اللاعب البنيني رزاق أوتوميوسي اللاعب الزمالك السابق، وبيقول إن كان ليه مستحقات وما خدهاش عن الموسم 2013. فالزمالك كلف نصر عزام المستشار القانوني للنادي بالتواصل مع المحكمة الرياضية عشان يعرف يعني المحتوى الشكوى ايه بالنسبه للرزاق. في قاعده دلوقتي مع احمد توفيق لاعب نادي الزمالك عشان يجدد، بيقولوا لي في الاير بيس دلوقتي حالا. خلاص بشكل رسمي، واحنا قلنا الخبر ده من حوالي 3 4 ايام، الاتحاد السكندري انهى اجراءات ضم محمود خالد شيكا ويوسف محي الى صفوف نادي الاتحاد السكندري على سبيل الاعاره، وبكره هيبداوا تدريباتهم مع نادي الاتحاد. يوسف محي هاف ديفندر ومحمود خالد شيكا لعيب صانع العاب. مصطفى فتحي طالب زياده عقده، كان نادي الزمالك مصطفى فتحي بياخد 100,000 جنيه في السنه لما انضم من اعتقد نادي بني عبيد او حته مش فاكر فين، بني عبيد اعتقد، كان جابه الكابتن محمد صبري او رشحه لنادي الزمالك، وكان ساعتها عملوا له عقد ب 100,000 جنيه، فالزمالك اليومين دول قالوا هنزود العقد ل 300,000، فمصطفى فتحي رافض الزياده دي وعايز يزود العقد، يعني مش بما يتناسب مع قدراته، ولكن يعني يبقى في مساواه مع زملائه، يعني في بعض اللاعبين بتاخد 500,000 هو عايز يزود القصه شويه عشان
يكون يعني بنفس قيمة الفلوس اللي زملائه هياخدوها، زي مثلا محمد عبد الرازق بازوكا اللاعب بتاع الشرقية المدافع اللي دلوقتي أصبح مدافع المنتخب الأولمبي، عايزين ياخدوا نفس القيمة. أيمن حفني هيكون في معسكر نادي الزمالك إن شاء الله، وخلاص يعني ناقص له فترة قليلة على الشفاء من الإصابة، وعنده شد قوي في العضلة الخلفية. لجنة المسابقات بتقرر تعديل في ميعاد مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو مباراة الإسماعيلي والزمالك اللي هي هتقام يوم 4/12 ضمن لقاءات الجولة ال 11 من الدوري الممتاز. كان المفروض المباراة هتبدأ الساعة 5، خلوها عدلوها لغاية الساعة 6، أخروها ساعة. هتقام المباراة ما بين الإسماعيلي والزمالك يوم 4 ديسمبر الساعة 6 مش 5، بدون حضور جماهيري طبعا وفقا لقرارات الأمن. دي أخبار نادي الزمالك. هنطلع فاصل أو هنروح نشوف تقرير رابطة النقاد الرياضيين، وبعدين نرجع نكمل مع بعض في كرة كل يوم. بسبب هذا التكاتف الشديد جدا والروح الضخمة اللي ما كانش حد متوقع أبدا أنها تحصل، أثبت الصحفيون الرياضيون أنهم على قلب رجل واحد. فشكر جزيل الشكر لزملائنا الصحفيين على حرصهم على التواجد، وهدفنا في هذا الاجتماع هو الحفاظ على هيبة وكرامة الصحفي الرياضي المصري اللي هو أساسا يعني اللي بدع هذه المهنة على مستوى الوطن العربي كله. الصحفي الرياضي المصري الواحد لما بيسافر في أي دولة عربية اللي بيقود الصحافة الرياضية مصريين، فلا يليق أبدا أن يسمح لأي مسؤول مهما كان هذا المسؤول أن يتطاول على أصغر صحفي عضو في هذه الرابطة. ده شيء غير مقبول إلا كرامة وهيبة الصحفي. كلنا وقت الانتخابات كنا بنتكلم عن كرامة وهيبة الصحفي، فلما نوضح ولا هيفكر في علاقات اجتماعية، كله بيترفع عن هذه الأمور اللي هي صغيرة أمام قيمة كل واحد فينا من أصغر واحد لأكبر واحد. احنا عملنا هذا الاجتماع بعد أن اتخذنا كثير من الطرق والسبل المحترمة لتعديل مواقف بعض المسؤولين الذين يتطاولون على الصحف الرياضي. نحن نفرق كصحفيين رياضيين بين نادي الزمالك بقيمته وعرقته وتاريخه وجماهيريته، كلنا بنعتز ونقدر ونفخر بأن هناك نادي زمالك ونادي أهلي ونادي إسماعيلي ونادي مصر كل أندية مصر، وبين رئيس نادي الزمالك الفرق بالنسبة لنا كبير. كان محاولة كسر المكتب التنفيذي ورابطة النقاد ان لازم تحصل المقابلات جوه نادي الزمالك، رفضنا هذا الكلام واعتبرناه غير مقبول على الاطلاق. حصل نوع من التطاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، خلاص الموضوع اصبح فاق الحد. لكن ما ينفعش النهاردة الصحفيين بعضويات، يعني هل رئيس نادي الزمالك هو رئيس نادي الزمالك ولا هو الزمالك؟ يعني هو الزمالك ولا هو رئيس نادي الزمالك؟ ده سؤال احنا بنطرحه. يعني هو صاحب نادي الزمالك ولا بيقود نادي الزمالك؟ يعني رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ولا صاحب الجمهورية؟ الفرق شاسع جدا بين الاثنين. النهارده يوم فارق، اول مرة يمكن يحصل بالنسبة لرابطة النقاد الرياضيين يجتمعوا بجماعة عمومية عشان يتصدوا لأزمة، وانا شايف ان ده حق عظيم جدا عملوه للدفاع عن فكرة واحد عمل حوار صحفي رائع اسمه اسلام صادق نصر يوم يستحق عليه جايزة نقابة الصحفيين في الحوارات. فجأة بيتصدى لرئيس النادي وعمل دوشة ودخل في خناقة مع محمد شرقي. ايه يا عم في ايه؟ هو في ايه ده حوار؟ عايز تعاقب ما تعاقب اللعيب بتاعك، احنا مالنا؟ ويطلع ليهم محللين وناس صغيرة تقول كلام تافه وتقول كلام صغير، ودخلنا في أزمة من غير لازمة. الدولة المصرية يا كابتن شادي محتاجة تهدى، الرياضة وكرة القدم على الأخص المفروض هي دي سبيل الهدوء والراحة النفسية للناس، مش الغضب والاحتقان. مرتضى منصور بيصدر غضب واحتقان وفرقة وقرف وأسلوب غير حضاري بالمرة للدولة المصرية اللي هي جبلت وتربت على الأخلاق الحميدة.
الدولة المصرية، بنت العادات والتقاليد المحترمة، بنت صلة الرحم، بنت الحكمة الطيبة، مش بنت الفوضى وبنت العبط المنغولي وبنت الهبل وبنت أي حد يقول أي حاجة. والشاشات دي مش استهلاكية، لازم الشاشة التلفزيونية ما تبقاش شاشة استهلاكية لتضييع الوقت، المفروض إنها بتصدر حاجة للمجتمع، بتضيف حاجة للراجل اللي قاعد في البيت. أنا ذنبي إيه بقى قاعد في البيت ألاقي واحد بيشتم واحد؟ يا عم أنا مالي؟ وبعدين رئيس الأهلي والزمالك دول مهمتهم خطيرة جدا، لأن المجتمع المصري فيه إشكالية ضخمة في الشباب اللي هم يتعدوا 60%. المفروض الأهلي والزمالك دول هم قاطرة الأمة لرأب صدع الشباب، وهم دول اللي يعملوا لنا نموذج. أنا كان نفسي الأهلي يعمل مفوضية الشباب والزمالك يعمل مفوضية الشباب ويعملوا حوارات طويلة عشان نحل مشكلة بورسعيد مثلا، نحل مشكلة الألتراس مثلا. هي دي الأفكار اللي لازم تتقدم. النهاردة احنا جمعية عمومية طارئة لرابطة النقاد الرياضيين، قلما ما تحدث في تاريخ الرابطة. انتفضنا جميعا للإهانات البالغة اللي تعرض لها الزملاء خلال الفترة الأخيرة. كنا واحدة بنفوتها والتانية نفوتها والتالتة نفوتها، بنقول ماشي الدنيا ممكن تتعدل، يعني الأخطاء ممكن واردة، ممكن تتحلم، عشان ما نبانش ان احنا متربصين الدولة في التوقيت دوت. احنا لازم نقف ونعي المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الدولة. ولكن وصل الامر لاستمرار الامر، وان انت بدات خلاص بقت القاعده ان انت تتشتم، بقت القاعده ان انت تتهان، بقت القاعده ان انت يتسبلك انت وابوك واللي خلفوك. لا طبعا احنا ده مش مقبول. فلما حدث ده من السيد رئيس نادي الزمالك مع زميل محمد الشرقاوي في احدى القنوات الفضائيه، احنا طبعا رفضنا الامر تماما وقررنا عقد جمعيه عموميه طارئه. طب هي الرياضه فيها كده؟ ده في حاجه اسمها اخلاق رياضيه. وبعدين انا عايز اسال سؤال، ايه الجريمه اللي اتعملت من محمد الشرقاوي؟ الجريمة اللي اتعملت من اسلام صادق؟ راجل عمل حوار. انا شايف انا كراجل مسؤول في نادي الزمالك ان الحوار دوت مش توقيته اجيب عمر جابر واقول له ما يصحش وعندك غرامة 50,000 100,000 ووقع عليه العقاب. لكن هل هو اسلام صادق شغال صحفي في مجلة نادي الزمالك و12 في مجلة الزمالك، ومحمد الشرقاوي ده رئيس القسم الرياضي في مجلة الزمالك، عشان انت طالع تهينهم؟ احنا جايين النهاردة عشان نبقى في آلية وفي ضوابط للتعامل بين المصادر وبين رجال الاعلام، اللي هي بتقوم على علاقه فيها احترام، علاقه فيها تعاون. زي المصدر احنا دورنا بننقل الحقائق لجميع القراء والمشاهدين وجميع الناس في المواطنين في الشارع. كل همنا ان يبقى في عندنا امانه، لابد من المصدر يحترم هذا الصحفي بيقوم بدوره. احنا بنقاتل وبنسيب وقتنا وبنسيب بيوتنا وبنسيب حياتنا كلها بعدد كبير جدا من الساعات عشان ننقل الاخبار ديت بشكل محترم جدا. المفروض مش المصادر هي اللي بتقيم عملنا، احنا دورنا من بننقل الخبر. مفيش مصدر بقى يقول هو زعلان عشان احنا عاملين حوار مع واحد هو بيكرهه، مفيش واحد يبقى زعلان ان احنا عملنا خبر وحش عليه. لا، احنا عايزين نحط فيه آلية بشكل محترم فيها التعامل، هو يكون محترم، مفيش واحد يفرض فيه وصايا على واحد يقول له انت كتبت كلمه ايه ولا كلمت ايه. انا بعتقد انه في وضع اطار للعمل، واي حد بيتعرض لمساس بكيانه كنقد رياضي لازم بيكون في وقفه. وفي نفس الوقت احنا برضو بنحفظ قيم ومقام المصادر بصرف النظر عن انه يعني اي مكان ليهم، انما زي ما احنا ما نقبلش انه في مساس بالمصدر او بحياته الشخصيه، لازم برضو ما يكونش في مساس من جانب اي مصدر بالحياه الشخصيه او بكرامه اي واحد من النقاد الرياضيين. النهارده يعني يوم تاريخي، والنهارده الاول مره في تاريخ نقابه الصحفيين كلها مش رابطه النقاد تحصل جمعيه عموميه طلقه للرد على احد الاشخاص اللي تعمد اساءه الوسط الرياضي كله. النهارده الاعلام كله، يعني دي بدايه الاعلام الرياضي اللي ينفصل عن بعض سواء مقروء مكتوب فمرئي، فكل العمليه واحد، العمليه مرتبطه ببعض. احنا بنحترم نادي الزمالك وبنقدر نادي الزمالك، في مواقف احنا معاه هو رئيس نادي الزمالك اتخذها ايجابيه، لكن نرفض الاهانه. هو ان التزم واستجاب وتعامل مع الناس باحترام، هتعامل باحترام معاه، ما تعاملش باحترام معاه هنلقى نفس الاسلوب والمعامله. خدنا قرارات، ممنوع اسم مرتضى منصور ينزل في اي جرنان او صورته، وان شاء الله الكلام ده هيتنفذ، وفي عقوبات على اللي ما ينفذش. في نفس الوقت البرامج الرياضيه، بغض النظر عن كل القرارات التاريخيه اللي كانت موجوده النهارده في الجمعيه العموميه الطارئه، انا ازاي مش متخيل ابناء نادي الزمالك نفسهم اللي بيتعلق لهم ورق ان هم ما يدخلوش النادي. انا ممتن جدا للمكتب التنفيذي
من وقت المشكله الاولانيه اللي تجاوز فيها هذا الشخص ضد الاستاذ شوقي حامد والكثير من الزملاء. طبعا الامور خلصت في المشكله الاولانيه على قعده صلح ووسطاء. المره دي اعتقد ان مفيش رجوع يعني زي ما بيقولوا. الموقف كله يعني ان الشخص ده اعتاد على ان هو يهين اي شخص. الشخص ده دايما بيدعي الوطنيه، دايما بيدعي البطوله، دايما اي حد مخالف الراي ليه بيهاجمه بيشتمه بافظع الالفاظ.